لا والله انا قعدت ابص على الكلب اول لوحدي كده، شكل الكلب اللي معانا في المسلسل، فقلت ايه اللي جابه دبي، لا والله قعدت ابص له جامد قوي. الكلب ده انا سايبك هناك. وفي نفس الوقت يعني اصل اخاف منه ليه؟ الكلب لو خفت منه ما يأذيك خلاص كده. لا في الاخر عضه يعني عادي. ايه ربك ان انت كنت عارف المقلب لا انا ما كنتش عارف نوع المقلب، بس لو عارف نوع المقلب انا لا هاجي لابس ولا بتاع، هاجي بقى باي حاجه بقى يعني، انا طالما هتمرن. لا انا عارف ان في تهريجه هتحصل، في حاجه هتحصل، لان رامز مش هيجيبنا ضيوف وطالع هو بنفسه، فاكيد رامز هيعمل بس لما لقيت احمد فهمي حسيت الحكايه شكلها حكايه حلوه. هو بس احمد ادانا واحده في دماغنا كده تقيله قوي. انا مستغرب هو فاكرين الناس ان انا عشان البرنامج لا عشان دي كانت اخر حلقه في التصوير وهم حبوا يعملوا حلقه مختلفه. احمد ما افتكرش عنده مشاكل مع حد خالص، وانتوا اكيد عارفين ان انا ما عنديش مشاكل مع حد، فعملوا حلقه مختلفه وطلعت حلوه جدا. واحمد بس هو حابب يحطك مع تامر حسني برضو يا والله يا جماعه. طب انا اقولها بصوت عالي، والله والله انا ما في مشكله ما بيني وبين تاني، والله يا اخويا، وربنا يحفظ لك ولادك يا رب يحفظهم لك، ده اهم حاجه، وبيتك وحياتك. الناس لما شافوك بتبص للكلب يا حماده نزلت كوميكس كده، قالوا هو حماده مفكر نفسه المداح بجد ولا ايه؟ ممكن. انت ما بتفكرش تعمل المداح فيلم يا حماده؟ طب اقول لك على حاجه، انا نفسي اخر سؤال بقى، نفسي نفسي والله العظيم انا نفسي اعمل مداح فيلم سريعه وجامد جدا، مش يعني هتبقى اسرع من اللي بيحصل. لا يعني بس ممكن تبقى حلوه برضه. فيلم قريب حضرتك قبله او اي عمل تاني؟ يعني ان شاء الله حاجه ايه فيلم ايه؟ عايز احصل بقى معاك شويه فيه. لا ما فيش، هو اخر سؤال بس. المداح والعيون الملونه بالاحمر دي اتعملت فلاتر على السوشيال ميديا، وكان في واحد اسمه بالو ما ده انا عمل فيديو قلب الدنيا. لا ده مش بالو بس، ده يعني انا عملت ما الفلتر، هو الفلتر ده اتعمل مخصوص لينا يعني، انستجرام وتيك توك عمل الفلتر ده. لا ما هو السوشيال ميديا لما بتلاقي حاجه ترند فيعلوا عليها، فعملوا الفلاتر، قال لك الناس حابه الحاجات دي فعملوها. انا جربت الفلتر خفت.